نجهز الايس كريم بتاعنا، لان الايس كريم بالشوكولاته مختلف شويه غير الفواكه. معانا ماء مغلي على النار، بنعمل حمام ميه كده للشوكولاته بتاعتنا. شوكولاته خام موجوده بنحطها في حمام ميه، تبدا تسيح واحنا شغالين مع بعض. ده المطبخ، انك تشتغل في كل حاجه، استغل وقفتك في المطبخ. لما تجيب الشوكولاته عايزه تعملي تورتايه حلوه، عايزه تعملي كيكه حلوه، عايزه تعملي مهلبيه بالشوكولاته، تسيح ازاي؟ حمام ميه، بتجيبي مصفه صغيره وحله فيها ميه، تبداي تسيحي الشوكولاته. دي طريقه سريعه. تحطي معاها مكعب من الزبده اذا انت حابه، شويه حليب برضو اذا انت حابه. اهي حلو قوي. تبدا تسيح والشوكولاته ساحت، مكعب معاها زبده، ونسيبها تسيح كده بطريقه سهله وبسيطه. شويه حليب صغيرين، بقت شوكولاته عندك صوص شوكولاته. عامله عجينه كريب، بتحطي. عامله تورتايه حلوه وعايزه تزينها بالشوكولاته، بتحطي. فكره تسيح الشوكولاته برضو اتسالنا على السوشيال ميديا ازاي بتتعمل يا عم الشيف، بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. حمام ميه سخن، بنحط فيه الشوكولاته الخام اللي بتشتريها من اي سوبر ماركت موجوده اهي، بتبداي تسيحيها كده. خلاص ما بتاخدش وقت. استخدميها في حاجات كتيره بقى، زيني بقى كيكه، زيني بقى شوكولاته، كب كيك عملتيه للاولاد، هنستخدمها دلوقتي في الايس كريم بتاعنا. ساحت بسرعه ازاي؟ ده شويه حليب عليها، هتاخد الحليب المركز دلوقتي، وتاخد الكريم شانتيه. بقى معانا ايس كريم لطيف بالشوكولاته، مش هتلاقيه في اي مكان تاني غير عندك انت وبس. شفت الشوكولاته ساحت ازاي بسرعه يا شفي؟ ولون اللون الاسود ده طبعا شوكولاته خام، بيبقى فيها نسبه الدهون قليله، نسبه السكريات قليله، في بيبقى منها اللون الفاتح زي ما انت عايزه حسب ما انت حابه. خدت قوام ازاي؟ استغليت وقفتك في المطبخ، عملت حلو للاولاد ايس كريم، وعملت خضار سوتيه. وجبتنا على الغدا النهارده والمنيو بتاعنا على الغدا النهارده بالكينوا، هنقدم معاها السيزر سلاد دلوقتي اللي هو الخاص مع توست مع خل التفاح والتفاح. حابة تحط أنشوجة أهلا وسهلا، حابة تحط صدر فرخة مشوي أهلا وسهلا. ساحة الشوكولاتة أهلا. طريقة سهلة خالص سريعة للناس اللي بتسأل إزاي الشوكولاتة تسيح معانا من غير ما تنشف من غير ما تجلد. بنتسأل بقى يا شيف مغازي، بنروح على بعض المحلات بنلاقي الشوكولاتة دي لها قوام لطيف وحلو، بيجي منين؟ مكعب الزبدة اللي أنا حطيته وشوية الحليب. مش هتجمد منك، هتنها طرية زي ما هي كده. انما لو سيحتيها من غير حليب ولا زبده، بمجرد ما تبرد هترجع تاني كلكيعه. بص على القوام ده كده مخرجنا الجميل. ادي الشوكولاته اهي وانا واقف معاكم اهي. الله، هاتي بقى كب كيك وحطها عليها، هاتي تورتايه حلوه وحطها عليها. هنستخدمها دلوقتي في الايس كريم. بس لازم تبرد شويه. فكره تسيح الشوكولاته بطريقة سهلة عملية. شفت ازاي؟ ما قطعتش. زي الفل. حلو قوي. انا عايز المبتدئين في المطبخ، اللي بيحبوا يقفوا في المطبخ، اللي بيحبوا يبتكروا، اللي بيحبوا يعملوا حاجات حلوة، ياخدوا المطبخ ببساطة وسهولة، كل حاجة هتبقى زي الفل. تعالوا شوفوا مقادير الايس كريم بتاعنا اللطيف، الايس كريم بالشوكولاتة. كريم شانتي ده الاساس بتاعه، حليب مركز اللي هو الكثافه بتاعته اللي هنشوفها دلوقتي، ومعانا صوص شوكولاته. احنا بنعمل دايما الايس كريم بالفواكه وبنعمله بكذا طعم، النهارده حبيت اعمله بالشوكولاته، وده مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا. ده الحليب المركز. ده اللي بيدي المطه او الشده بتاعت الايس كريم اللي انت بتشوفيها دي كده. مقادير على الشاشه. كريم شانتيه. كريم شانتيه ده اساسي، يا اما تجيبي منه الباودر وتعمليه بحليب مسلج يطلع معاك بسرعه، يا اما في علب كريم شانتيه بتجيبيها مخفوقه بتضربيها في قلب الكبه
او في قلب الخلاط بتطلع معاك على طول سريعه اختياري. حط الفليفر اللي انت حباه، تحطي فانيليا، تحطي حبهان، تحطي قرفه ناعمه، كريم شانتيه عندك لونه ابيض، شكلي زي ما انت عايزه. لا تفكري ولا تحتاري. طيب ما اعرفش دي خدت عليه. تعالوا مع بعض نعمل ايس كريم بسرعه سريعه. اول حاجه بتجيب الدورق بتاعنا، الحاجات الاساسيات اللي موجوده معايا دي موجود معانا كل يوم، دورق بتاع الايس كريم اهو، بنحط فيه الكريم شانتيه. شفت القوام ده حلو؟ طبعا الديب فريزر فض منه مكان كده حلو، علشان برضو الكريم شانتيه ده لازم تغطيه في الديب فريزر، عشان اكيد الديب فريزر فيه لحمه دلوقتي، انا متاكد. شايل حتتين اللحمة حلوين كده تعملهم الاسبوع الجاي. والله الحمد لله العادات المصريه موجوده ليوم الدين، لغايه دلوقتي تلاقي الباب بيخبط، امي بتسلم عليكي، بابا بيسلم عليكوا، لحمه العيد حتى لو كان نص كيلو، بس هي عاده ما تتقطع. وعادي ما بيهمناش حاجه برضو، احنا المصريين نتجمع نذبح خروف، نذبح عجل، الحاجات دي كانت موجوده وشفناها، حاجات لطيفه وجميله، والحمد لله رب العالمين على نعمته. ده الكريم شانتيه جاهز اهو، حلو الكلام زي الفل. احط عليه الحليب المكثف على حسب الكميه، عندي الشوكولاته بتاعتي اهي، شفت الشوكولاته دي كده؟ بص 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 الشوكولاته ساحت اهي اهي، نزلت كل دول مع بعضيهم. تمام يا عم الشيف، في قلب الخلاط، وايس كريم بالشوكولا ليه نشتريه؟ الصوت تمام. هي الفكره ان احنا بنخلط بالراحه خالص، علشان احنا مش بنخلط فواكه، لا ده شوكولاته صوص شوكولاته مع كريم شانتيه براها خالص. الفكره كلها انت ممكن تعملها بالمضرب عادي، بس انا بعودك على حاجه، انك تبقي واقفه في المطبخ كده عندك ايه ثقه في نفسك، تعملي الحاجه بطريقه ايه لطيفه. شفت اللون ده كده؟ طعم الشوكولاته فيه احسن من بره مليون مره. بس خلاص تمام كده، شفت حتى شفت نازل ازاي؟ طبعا يمر بمرحله تجميد تانية، يمر يخش الديب فريزر يخش عادي. انت بقى حطها في الثلاجه شويه، بس ممكن تعملي حاجه لطيفه برضو، بتجيبي التوزبيكس او تجيبي الخله بتاعه المشويات، او في حاجات بتتباع كده في الناس بتوع التغليف الخشب ده، وتحبي الايس كريم اللي بتشوفيه ده عامل زي المصاصه، يبقى لطيف وجميل برضو، تحطها على ورقه زبده وتدخلها الديب فريزر تبقى لطيفه وجميله. اختياري، وهنعملها لكم ان شاء الله، بس دي بتبقى محتاجه لتبريد قوي قوي قوي. ادي الايس كريم اهو، خلص الايس كريم. عايزه تحطي بسكويت بالشوكولاته حطي، عايزه تحطي صوص شوكولاته حطي، معانا صوص شوكولاته اهوت، عايزه تحطي شويه مكسرات عادي، بندق. شفت الحلاوه دي كده؟ بص على الحلاوه، بص 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 شوف نازل الايس كريم عامل ازاي اهوت كمان وحاجات حلوه في الصيف على فكره، الحاجات الجميله اللي بتهدي روعه الحر بقى تمام. والله فكره يا شيف، مكلف؟ لا مش مكلف، روحي انت جيبي واحده ايس كريم شوكولاته بقى من بره. ممكن على فكره الاولاد اذا بيحبوا البسكويت تكسري بسكويت بالشوكولاته وتحطيه عليه، له اسم كده مش عايز اقوله، ده بتكسريه وتحطيه على الوش بيبقى لونه غامق ولطيف. احنا معانا صوص شوكولاته اهوت عادي، ما تقلقش هينزل معانا الحمد لله. ده اختياري برضه. مش انت بتروح تشتري ايس كريم يقول لك عايز صوصات زياده، عايز توابع او عايز اضافه، مكسرات او صوص شوكولاته او اختياري اهو زي الفل، مش حرمنكم من حاجه. قدرنا السفرة بتاعتنا تكون متنوعة، فيها حاجات مختلفة،
حاضر يا باشا. عينيا تحب انت المكسرات القرشه بتاعت الايه؟ اه حاضر اهو. دي مكسرات هيت، شفت الجو ده كده؟ عايز انت كده، انا عارف ممكن تحط فول سوداني على فكره، ده عين جمل عشان بحبك.